بسم الله وعلى بركة الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم ملك الكلمات الكويتية العتيجة والغلجة والغامجة، إنه خالد السيد اليوسف السيد الهاشم السيد الأحمد الرفاعي الحسيني الهاشمي القريشي، مع عمتنا المؤرخة الكويتية فاطمة السيد الهاشم السيد أحمد الرفاعي، وأختها نجيبة السيد الهاشم والسيد أحمد الرفاعي. عمتي، أكو مثل كويتي يقولون خمام السوق، شنو هو خمام السوق؟ الشيء الزرع ما بقى إلا خمام السوق. الله، عفوا عمتي، بربس شروط زين. عمتي فاطمة، بربس. بربس؟ إيه، يعني الشيء مو زين، يعني أي شيء يسوي بربس. الله، لا بالطقاق اللي طقه اللي يولي راس براس. يعني انت تاخذ اخته وياخذ اختك. كسر خاطري مسكين. الله، حبه خاله على خده. والله بالمخبه مخبه. ايه فيها فلوس. والله انت الرفاعيه تحبون الفلوس ما شاء الله. يقولون شل خمة. شل دغدغة. اي والله. بقمة. ها؟ بقمة. اي اول سكبة. اي سكبة، شنو سكبة؟ كان الله يرحمه خالد السيد والسيد محمد السعدي. زي الروح عشان. خبونا. ذكرنا. قم زين. ما شفنا شيء زين. قم زين. لجيبة شنو؟ ولول. انجل. لجيبة. شنو معناته ولول؟ انجل. ولول. اذرف. خروع. ويها يطين تثقيلة خروع. بخدودها قمازيات. ايها. قمازات حفرة من هنا. يتلاسن وياي. ايه. يخاف مني ما يتكلم. الهوى نسناس. هوى حلو. ايه. ما عبر. ما اقدر. ما عبر. ايه. ما اقدر. يا طوير هندي عندك ما عندي. شنو هاي عمتي؟ عندك خميس عندي. يلا. جزة. كلبة؟ لا، جزة. جزة. جزة حق العروس يعطون هدوم. هدوم. مطراش. مطراش؟ ايه. يطرشونه. يداحر. ينط. بالحشي. لا يأذيك. شقلة. يعني ناس وايد شغل. فز. فز. من معطيك هذا مثال؟ قولي ما شاء الله. ما شاء الله. فز شنو معناته الفاطمة؟ فز. صام صام وفطر عليه. صلاة. يعني ما تزوج بعد خذا مو حلو. دفعة مردي والهواء. شردي. الله. مناقيش، شنو مناقيش؟ مناقيش. واحد يدور واحد يهلس. شنو معناته عمتي؟ يدورك يعني يدورك وينك. الله. صقلة. شقلة. صقلة. صقلة شنو؟ صقلة صقلة. صنقل، مثل الصنقل. عمتي شنو يعني مثل الصنقل؟ ما أدري. مقطوع من شياره. ما عنده احد. طقع عرشوب. يعني سوى كذي يطيح. على خالي بلاش. خبونا ماكو شيء. السموحه. سامحني. اي والله. يقول رادفه، شنو يعني يقول فلان رادف فلان؟ راس براس. لا، رادفة بالقاري ورا. كلونا. يعني هالقرب كلونا. والله مساكين. صف صف. عمتي شنو هو صف صف؟ صف صف ما تعرفه. ما اسمع شك تقول. صف صف. صف صف. صف صف ولا خضغل؟ لا، صف صف. صف صف. ايه. اثل اثل. شنو اثل؟ اثل زرع. اثل شيء حلو. الله. زرع. بزمه.
بزمه 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 صوم انت؟ الحمد لله انا رجال صوفي. عمتي شنو معنات مو كفو؟ عفوا ها؟ مو كفو يعني مو زين. مسمسم يعني حلو مسمسم. الله يعني مو مد تو صفط ايه تو هي بالسياره. الله هاو هاو ينبح. لا يكوتين كلا يقولون هاو هاو بطبيع ما يهد بطبيعه. اي والله هاي شاطره اليوم. لو كل ما النجر ما بقى بالوادي الا شجر. الله علمناهم على القرارة سبقونا سبقونا البيبان مكبوس. شنو مكبوس عمتي؟ مشروب سحم. اي والله مشخول. ايش مشخول ايش؟ اي والله مربيان ربيان. ربيان الله قبوط. هاي يسوي قبوط عين يدلقمون يحطون في البصل محروق سبعه خبز يحطونه بالمرق. لا تزانية. تزانية؟ ايه المعصرونه. اي والله طبختي العيش حق كم نفر بس انت بروحك. هذا اللي طبخت امس. اي والله هذا تحقيقي والله زين زين حسب هذا الشيء ما طابت عليه. كم فنجان كم سويتي عمتي؟ بس شويه. شنو معنات مله؟ مله عمتي شنو معنات مله؟ مله مله بعد شنو؟ مله تعيش ماعون. كم فنجان يا حنيف صبيت لو بطني جربتن شد ملتها؟ عمتي شنو معنات دله؟ دلة مالت القهوة. بودلت شنو معنات بودلت عمتي؟ بودلة؟ ايه ما ادري ايش معنات بطبيع ما يهد؟ بطبيعه. اي والله ايش ملحة؟ حلو. الله عمتي منطلقة اليوم مع خالد وخالد ملك الكلمات الكويتية الغلجة والغامجة والحلوة والكشكشية مع عمتي المؤرخات الكويتيات فاطمة السيد هاشم السيد أحمد الرفاعية ونجيب السيد هاشم السيد أحمد الرفاعية. عمتي عمتي شنو يقولون مشمر شمة شنو معنات مشمر؟ مشمر؟ ايه مشمر شنو؟ صب قصي. انزين شنو معنات يناطط؟ يقولون خالد يناطط. يناطط؟ ايه ينافق؟ لا يناطط ينط ينط. الله يبعدنا عن النفاق. يقولون الاكل نطع. ناطع ناطع شنو؟ ناطع حلو. حلو وويلاه ايش معنات؟ روح مني هالشيء. الله بلاني بلوى شاطر اليوم. بلاني بلوى بلاني شنو؟ الله شنو معنات حكوكه؟ حتوته حكوكه اخر الجدر. يقولون فلان بحر عميق شد قزير. يقولون فلان منتف ما عنده فلوس منقط منتف منتف ما عنده شيء. يقولون فلان مفتر فاتر كسلان مو جايب هالبر. شنو معناتها عمتي؟ مو جايب البر. ايه عفوا شنو معناتها؟ هاي مثل يقولون مثل يقولونه السموحه يا علويه سامحني. الله بوليلو شنو معنات بوليلو؟ عراقي بوليلو. ايوه نفس الطقه كلهم يتشابهون ويا بعض. سبهلله سبهلل. الله هو يفتهم بس روحه ما يفهم. نابر نابر ايه يقولون ما في نابر انت تداوم. اي انا
مريد صوفي الطريقة الرفاعية الصوفية. مريد مريد الشغل؟ لا متقاعد مريد عن أبو يعقوب الرفاعي. عندك معاش؟ الحمد لله. عمتي شنو معنات معاش؟ أجار مال البيت. شنو معنات توا يخطي؟ توا يخطي الله يخطي. ايه ياهل توا يمشي. لا تخوط بالطين يعني. يقولون فلان متعجرف. شايف حاله مقطوع من شجره، مقطوع من الشجره، ما عنده اهل. الله تكفى تكفى. ولا من عرا وبرا يقولون فلان يعر يزعل بسرعه. الله مناسبني باليني بلوة. من تعش يعني من لوجست. من شنو من لوجست؟ يرقص. والله رفلة وصخ. الله على خالي بلاش. ايش فيكم هقطت الاكل؟ سبع صنايع والبخت ضايع. الله سبحان الله. خليك على قدك. شنو يعني؟ خليك على قدك. ايه يعني لا تاخذ الشيء. كلامه كانت يديت الله يرحمه ام حسين تقول كلامه هوا بشبك. شنو يعني كلامه مو اكيد؟ما زلنا بالكلمات الكويتية العتيجة والغامجة والغلجة والحلوة مع عمتي المؤرخة الكويتية فاطمة السيد هاشم الرفاعي واختها نجيبة السيد هاشم السيد احمد الرفاعي. عمتي نكمل الكلام. يقولون يبا يبا وحطبة. شنو يعني؟ بس هذه كلمة تنقال. اي كلمة عادية. يقولون فلان رافع الجامة. لحظة صبري لحظة. يقولون فلان رافع الجامة. لحظة يا رجل يا مديرة. رافع الجامة. ايه يقولون رافع الجامة. شنو يعني رافع الجامة؟ بالسيارة قاعد هو. ايوه ما شاء الله عليك. يقولون فلان حمقي. شيطان الحمد لله. يقولون طبعة ثقيل. شنو معناته؟ لحظة طبعة ثقيل. ثقيل طينة. يقولون ما طاح الا انبطح. يعني ما قال السالفة فيه شيء إلا طاح وضمبه. الله يقولون فلان عمامة من خوالة. اي والله. يقول ساعة فوق وساعة تحت. ساعة فوق وساعة تحت. ساعة فوق وساعة تحت. يقولون فلان يقولون فلان طبخهم عمات عين. شنو يعني عمات عين؟ يعني مغفل. يقولون لا تدق سلف. شنو يعني لا تدق سلف؟ يعني لا تخليه يتكلم. شنو؟ يقولون شعادك على المسمار قال للمطرقة. هاي مثل. يقولون فلان رافع خشمه. عفوا. متكبر ها؟ يقولون يتحكى من خشمه. مايق شايف حاله. يقولون راعين المثل مضرابة. شنو مضرابة؟ مالت الهريسة. الله. يقولون فلان قصاصة. قصير متي. نتفة. ملسون أو فلانة ملسونة. الله. يقولون مو كل مدلقم جوز. مو كل شيء. الله الحمد لله. تقول مو كل شيء. يقولون فلان لا يودي ولا يجيب. ما عنده شخصية. ليش يقول هذا؟ ما عنده شخصية. يقولون ما عنده يدتي. ما عنده ها؟
قول ما شاء الله. الحكي الكويتي والعتيج راح يطلع وراح يزين والغامج والكشكشي. عمتي شنو معنات ماكله؟ ماكله عيش. عيش عمتي فاطمه هاشم الرفاعي. عمتي نجيب السيد هاشم الرفاعي المؤرخات. ما شايب الاغراض كلها ما كلها. اي والله. يقولون فلان سواها، شنو معنات سواها؟ سواها. سواها؟ اي سواها واستوت. عمتي نجيبه شنو معنات سواها؟ سواها يعني الشغل براسه سواها. ساهي وفاهي. ها؟ ساهي وفاهي. يعني مو حلو. ساهي ساهي وفاهي. يعني مو حلو. الله. ساهي يعني. يقولون سلامة ثجيل. يقول رحت اسلم عليه لقيته سلامة ثجيل. يعني معصب. الله عفوا سربوت، شنو سربوت؟ سربوت؟ سربوت. سربوت سربوت شنو معنات شايف نفسه شوفه يعني متكبر حايس.